السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد مميز جدا جدا، شاليه متقفل حديد بالكامل بحمام سباحة خاص بيه، وعلى بعد 10 دقايق بالظبط ماشي للبحر، وبجوار شارع 10 والخدمات العامة داخل القرية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. الشاليه عندي هنا مرتفع متقفل حديد بالكامل، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا موجود الفرندة، فرندة كبيرة وممتازة جدا ما شاء الله. وعندي هنا ده التراك الكامل اللي هو طول الشاليه، وموجود فيه حمام السباحة، الشبابيك كلها متقفل عليها حديد زيادة أمان. عندي هنا ده حمام السباحة، حمام السباحة عمقه 1.5 متر في 4 متر العرض بتاعه، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا موجود ده الريسبشن، متشطب تشطيب هادي جدا، ألوان هادية وديكورات سيمبل. الريسبشن متقسم عندي على قطعتين، وعلى يمين هنا موجود عداد الكهرباء اللي خاص بالشاليه، وعندي هنا ده مطبخ أمريكاني. ده مطبخ من الداخل، وده ريسبشن من زاوية تانية. طرق توزيع لغرف النوم والحمام، على شمالنا هنا مباشرة موجود الحمام، ده مكان للغسالة الفول اوتوماتيك، وعندي هنا موجود أول غرفة نوم، ممتازة جدا ما شاء الله، وشباك عليه حديد زيادة أمان، تشطيب هادي. وعندي هنا موجودة الغرفة التانية، المساحة بتاعتها أكبر شوية من الغرفة الأولى، دي بتشيل غرفة نوم كاملة. والشباك بتاعها ده بيطل على التراك الكامل اللي هو طول الشاليه وعلى حمام السباحة. وعندي هنا باب حديد برضو على الشباك زيادة أمان، ده حمام السباحة من زاوية تانية برضو.
وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل، شاليه مرتفع عن الأرض بحمام سباحة، مسجل في جمعية 6 أكتوبر، قوات مسلحة وكاميرا لإعدادات كهرباء ومياه، زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 125 متر، عبارة عن غرفة النوم وريسبشن كبير وفراندا كبيرة وتراك كامل بطول الشاليه ومطبخ أمريكاني وحمام وتراس رائع وجميل جدا. الشاليه متقفل حديد بالكامل. السعر 330,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 21,000 دولار. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت، صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية، شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس وممتاز، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير، شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل.